خليني اقول لك كده، يمكن انتوا لسه راجعين قريب، فاخد بقى اكتر حاجه كنت حاسه بيها كده وانت راجعه بانجاز انت عاملاه طبعا على مستوى الجمباز، خاصه ان هي بطوله صعبه وبطوله عالميه، فاكتر حاجه كنت حاسه بيها وانت راجعه ب 11 ميداليه. كنت حاسة ان احنا عملنا انجاز كتيم وككل حاجة، وده طبعا مساعدة مدربينا وطبعا دكتور بيبو وكابتن زكريا بس. طيب.